صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: ما هي الآداب التي يلتزمها المسلم عندما يسمع القرآن؟ كما قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يستمع وينصت للقرآن لعلكم ترحمون. نعم. صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: في قول الله جل وعلا: ولا تزكوا أنفسكم. استمعوا له لأسماعكم، وأنصتوا يعني يقطعوا الحركات والأشغال ويقبلوا على سماع القرآن. نعم.